ما تحرجيني. لا ما نحرجكش، ولكن نعطي غير من حقك. لا انت انسان عندك مصداقيه. لا انا غادي نقول لك واحد القضيه يفيد للوطن. لا انا غير انا في لجنه التحكيم الاخلاقيات يستحيل يكون عندي شي حاجه. انت في لجنه التحكيم الاخلاقيات، ولكن في الورقه اللي قدمتي في اللجنه التوجيهيه. مالها الورقه غادي تكون من بعد المؤتمر غادي نحطها في البلوك ديالي. اذا نسيروا البلوك ديالي.